هذا اللقاء معكم لوضعكم في صورة المستجدات وآخر التطورات الخطيرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنحاء وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. سوف أقدم إيجاز مقتضب جدا وأترك المجال للاستماع لأسئلتكم للرد والإجابة عليه. أبدأ حديثي بعد الشكر لكم والشكر للإعلام المصري الشقيق الذي طالما حمل لواء الدفاع عن القدس والدفاع عن الشعب الفلسطيني والدفاع عن القضية الفلسطينية، والشكر موصول إلى مصر الشقيقة الكبرى وإلى القيادة المصرية وإلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما تقدمونه وما تقدمه مصر من دعم وإسناد تاريخي مستمر للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. ونحن نلتقي اليوم معكم في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، يتعرض شعبنا الفلسطيني إلى حرب إبادة جماعية ممنهجة تستهدف وجوده بشكل أساسي ومبدئي، وأيضا إسرائيل تمارس خلال هذه الحرب ليس إرهاب الدولة المنظم فقط، وإنما ترتكب الجرائم البشعة والمجازر الدموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. هناك تدمير ممنهج للمباني والبنية التحتية، هناك تدمير ممنهج للمستشفيات، المدارس، المساجد، وخاصة القطاع الطبي. هناك 14 مستشفى ومركز طبي تم تدميرهم بالكامل وخرجوا من نطاق الخدمة الطبية، بالإضافة إلى تهديد عدد من المستشفيات الموجودة والتي أخلت من طواقمها الطبية ومن المواطنين الذين لجأوا إليها، وأخص بالذكر مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى النقص الحاد في المواد الطبية واللوجستيك الطبي وانقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة بشكل كامل وانقطاع المياه أيضا بشكل كامل بقرار إسرائيلي، بالإضافة إلى منع دخول البترول وإغلاق المعابر التجارية ومنع دخول المواد الغذائية لقطاع غزة. قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية حقيقية في هذه اللحظات. ونحن في الشعب الفلسطيني وفي القيادة الفلسطينية لا طالما حذرنا من مغبة الوصول إلى هذه المرحلة ومن مغبة انزلاق الأوضاع إلى هذا المنزلق الخطير بسبب ما تقوم به إسرائيل وما تمارسه من ممارسات عنصرية ضد شعبنا في الضفة الغربية والقدس وإطلاق يد المستوطنين ورعاية إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والعصابات المسلحة للمستوطنين. حذرنا مرارا وتكرارا لكن لا حياة لمن تنادي. الحكومة الإسرائيلية ترعى إرهاب الدولة المنظم، تمارس إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني وترعى إرهاب المستوطنين، وأطلقت يد قطعان المستوطنين وعصاباتهم المسلحة ضد الشعب الفلسطيني. هناك أعمال قتل يومية في الضفة الغربية، هناك حرق بيوت على بساكنيها على المواطنين الذين يسكنون فيها، حرق كرة بأكملها، عمليات قتل يومي تتم على المفترقات والحواجز، عمليات قتل خارج القانون، إعدامات خارج القانون، اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، محاولات لتقسيمه زمنيا ومكانيا وتهويد مدينة القدس. حذرنا من كل ذلك لكن لا حياة لمن تنادي، وهذه هذه التراكمات هي التي أدت بالوصول بنا إلى هذه النقطة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. في ظل ما نواجهه من حرب إبادة جماعية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، ماذا نريد نحن في الشعب الفلسطيني وفي القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة؟ بالمرحلة الأولى
ومن حيث الأساس والمبدأ نحن نريد فتح ممرات إنسانية بشكل سريع وعاجل لضمان دخول المواد التموينية والإغاثية والطبية والبترولية إلى قطاع غزة، وإعادة ربط قطاع غزة بالتيار الكهربائي، وإعادة ربط قطاع غزة بالمياه الصالحة للشرب، حتى الآبار المحلية التي تعمل بالكهرباء توقفت عن العمل بسبب نفاذ السولار، كذلك مضخات الصرف الصحي توقفت عن العمل، وقطاع غزة يتعرض بالإضافة إلى كل ذلك إلى مكرهة صحية قد تؤدي إلى كوارث بيئية وصحية وانتشار أوبئة بين المواطنين في قطاع غزة، خاصة في ظل التهجير ووجود الناس بشكل مكتظ في المدارس والساحات العامة والمساجد وغيره من الأماكن التي وصل إليها أبناء قطاع غزة.